اقتربت حركه الملاحه الجويه في المطارات البريطانيه لليوم الثاني على التوالي بسبب الضباب الكثيف الواسع النطاق فوق وسط وجنوب شرق انجلترا، وفيما تم تاخير والغاء العديد من الرحلات الجويه المقرره. دعا مطار هيثرو المسافرين الى مراجعه شركات الطيران للتاكد من رحلاتهم قبل التوجه للمطار. هذا وقالت هيئه الارصاد الجويه انه يتوقع انقشاع الضباب ببطء في وقت لاحق اليوم.